بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بالنسبة لموقع الدجال كعلامة بالنسبة للعلامات الأخرى من الساعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جما غفيرا من أشراط الساعة، والله جل وعلا قال: فقد جاء أشراطها. وأهل العلم يقولون رحمهم الله أحياء وأمواتا إن ظهور الدجال العلامة المؤذنة بتغير العالم الأرضي، وينتهي تغير العالم الأرضي يعني إلى زمن موت عيسى، وطلوع الشمس من مغربها علامة مؤذنة بتغير العالم العلوي، فخروج الدجال من أكبر العلامات وهو علامة على تغير العالم الأرضي، وبعد ذلك يتبعه بعد مراحل طلوع الشمس من مغربها. وقالوا إن هذه مؤذنة بتغير العالم العلوي وتنتهي بقيام الساعة. أما قضية تغير العالم الأرضي فقالوا من الدجال إلى زمن موت روح الله وكليمه عيسى بن مريم عليه السلام. هذا من حيث منزلة